أخي المزارع، عند رعاية نباتات الموالح خلال شهر يونيو يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: الاهتمام بالري مع تجنب الري خلال الظهيرة عند اشتداد الحرارة، متابعة الإصابة بالمن والترابس ودودة القطن ومكافحتها حسب برنامج المكافحة، مقاومة الحشائش باليد أو التقليع أو باستخدام المبيد المناسب. يتم خفف ثمار اليوسفي لتنظيم عملية الإثمار للحد من التأثير الضار لظاهرة تبادل الحمل، مع ملاحظة أن الخف اليدوي أفضل من الكيماوي. ويتوجب رش الأشجار لمقاومة لفحة الشمس في الأسبوع الأول من الشهر.